السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنستكمل إن شاء الله معمل الـ Analog Communications. هنكمل موضوع الـ Signals، نتطرق لموضوع الـ Basic Operations اللي أنا ممكن أعملها على الـ Signal. كل Signal أو كل Function ممكن أنا أمثلها، ممكن إني أعمل عليها العمليات التالية. أول إشي عملية الـ Addition، اني اجمع اتنين سيجنالز مع بعض، زي لما يبقى عندي سيجنال في الطبيعه واضيف عليها النويز، انه انا بعمل لها موديلنج انه السيجنال بيور مع النويز. وزي مثلا لما انا بدي اضيف اي سيجنال لاي سيجنال تانية، عمليه الاديشن، ممكن عمليه السبتراكشن، عمليه الطرح، اني اطرح اشاره من اشاره، اني استخرج النويز من السيجنال العاديه واجيب النويز افصلها. عمليه المالتيبليكيشن، عمليه الضرب، ممكن عمليه القسمه. اساسا عمليه الضرب او عمليه القسمه هي عمليه ضرب بس في المعكوس. تاني اشي انا ممكن اضرب الاشاره نفسها، اعملها سكيلينج، الامبليتيود سكيلينج، انه اكبرها او اصغرها. تايم سكيلينج، اكسباندينج او كومبريشن، اني الاشاره عندي بدي اضغطها ولا بدي اخليها تمتد. شيفتنج، انه اخليها تتاخر او تتقدم. والريفيرسينج، اني اقلبها. كيف ممكن انا اطبق العمليات هذه؟ ممكن لما يكون عندي اشاره من الاشارات بدي اجمعها مع اشاره ثانيه، مثلا الاشاره تبقى كاينه زي هيك. لما انا بدي اجمع الاشارتين مع بعض، هيبقى عندي المحصلة الاشارة الاولى مع الثانية وبتطلع لفوق. هذا بالنسبة للاديشن. سبتراكشن نفس الاشي، بس انه حطرح واحدة من الثانية. الامبليتيود سكيلينج، نيجي للاشي المهم اكتر. لو كان عندي ساين ويف، الساين الرينج تاعها بيبقى من 1 لـ -1، وانا بدي اكبر الاشاره هذه حسب التطبيق اللي عندي، انه انا مثلا السيستم لازم يبقى الرينج تاع الساين فيه من 3 لـ -3، ممكن يبقى من 1000 لـ -1000 الى اخره. فانه هذا بيبقى ساين التي اسمها، ولما تكبر الاشاره يصير اكبر اشي فيها 3 أقل إشي فيها -3، حيصير اسمها 3 sin t. وكذلك الأمر لمن أصغرها، مثلا لمن أضربها في تلت حتتصغر. التصغير بيكون بضرب الفانكشن بكسر، إنما التكبير بيبقى ضرب الفانكشن بعدد أكبر من 1. التايم سكيلينج، ناخد لقطة تانية. التايم سكيلينج لما يكون عندي مثلا، نضلنا على نفس الساين، ساين التي، بدي اخليها ساين الاثنين تي. هذا مثلا ساين التي كل دورة حادين 2 باي، هنا يعني حتبقى منتهية عند 4 باي. لما اقول له ساين الاثنين تي، ارسم لي ساين الاثنين في تي، هنا انا قاعد بلعب جوا في متغير الفريكوانسي، يعني انا قاعد بزود في الفريكوانسي. الفريكوانسي عندي زادت، يعني التردد زاد، يعني عدد اللفات حتزيد، حتصير بدل ما هي 2 قمة و2 قاع حتصير 4 قمة و4 قاع لعند 4 باي. هنا اللي صار بالضبط انه زاد الفريكوانسي، انضغطت الموجة. طب لو قال لي فريكوانسي صارت على نص، في نص ساين النص تي، حتصير زي هيك، انه تنتهي عند الاربعة باي، بس عبارة عن قمة وقاع، قمة واحدة وقاع واحد. هذا بالنسبة للتايم سكيلينج، بيفرق عن الامبليتيود سكيلينج. في الاول بلعب في الامبليتيود، في الثاني بلعب في التردد او بالزمن. ما هو الزمن بينه وبين الفريكوانسي علاقة، انه الفريكوانسي بتساوي 1 على الزمن. انا قاعد بغير في العلاقة هذه. بالنسبة للشيفتنج،
في الشيفتنج اللي هيتغير عندي كمية اسمها الفيز او الازاحة. زي ما احنا شايفين الساين هنا اساسها ساين التي زائد صفر، هنا الازاحة عندي كان مقدارها صفر. طب لو زادت الازاحة انه ساين التي زائد مثلا باي، هتصير الساين ما بتبلش عند الصفر، هتصير بتبلش عند الباي او العكس، انه ساين التي ناقص ساين التي ناقص باي. هنا لما نيجي نعوض ساين التي ناقص الباي هتيجي زي هيك. طب اول اشي عند التي بتساوي صفر، ساين السالب باي، ساين السالب 180 بتساوي سالب واحد. طب ساين الباي، باي ناقص باي صفر، ساين الصفر بتساوي صفر، صحيح. يبقى لما يبقى عندي الازاحة بالسالب الاشارة هتتأخر بعد خط الاعداد بالاتجاه اليمين. لما يبقى عندي الازاحة بالموجب الاشارة هتتأخر عندي اتجاه اليسار، وكل هذا الكلام هنشوفه بالماتلاب وحنشوف كيف انا بقدر اطبقه بشكل عملي. اول اشي نبلش في الامبليتيود سكيلينج. بالنسبة للبيسك اوبريشنز الاديشن والسبستراكشن والمالتبليكيشن هذا اخذناه قبل، وحنتطرق يعني في المسائل الموجودة عندي لعمليات جمع وسكيلينج بنفس الوقت، فعشان هيك اختصرت السلايد. الامبليتيود سكيلينج او اكسباندينج اني انا بضرب الفانكشن كلها بعدد خارجي، العدد هذا اللي برا حيأثر لي على الطول تاع الامبليتيود. طب المثال اللي عندي حيبقى الفانكشن الموجود عندي بتساوي ساين الستة في تي، ساين الستة تي زائد اتنين كوزاين الاتنين تي. نيجي نشوف الكود في الماتلاب. اول حاجة التي بتساوي لين سبيس من سالب اتنين لعشرة والف عنصر. هنا هعرف متغير الزمن نخليه على جنب. الجي واحد بتساوي ساين الستة في تي زائد اتنين في كوزاين لاتنين في تي. صب بلوت لاتنين واحد واحد. هنا ايش اللي بيصير بالضبط في عملية الصب بلوت؟ هيحجز مكان في الفيجر، صب بلوت اتنين يعني عدد الصفوف اتنين، عدد الاعمدة واحد يعني هاي صف وهي صفين، الرسمة نمبر واحد يعني رقم واحد حتيجي في الفيجر اللي فوق، بلوت التي والجي واحد، ولين ويدث اللي هو سمك الخط خليه واحد بوينت نص يعني واحد ونص. الفانكشن اللي حيطلع عندي حيطلع عندي ساين الستة تي زائد اتنين في كوزاين اتنين تي، حيبقى شكله زي اللي كان موجود في الصورة. اكسس انه بحدد لي من وين يبلش بالاكس ومن وين يبلش في الواي زي ما اخذنا قبل. هنا لحد النقطة هذه انا ممكن اعمل run، بس نعمل run للنقطة اللي قبل، اعمل run section. هنا حيرسم لي فانكشن واحد اللي هو عبارة عن ساين الستة تي زائد اتنين في كوزاين الاتنين تي. علشان عطلت الاكواد اللي بعد ما رسم لي الصب بلوت التاني. هلقيت نشوف ايش اللي حيصير بالخطوات اللي بعد. نشيل الكومنت. هنا بيقول لي جي اتنين بيساوي اتنين في جي الواحد. هاي السكيلر اللي انا ضربته اللي عمل لي اكسباندينج للاشارة في جيل واحد، يعني انا كبرت الاشارة تاعتي بمقدار اتنين. صب بلوت اتنين واحد واتنين، يعني في الصب بلوت اتنين واحد واتنين احجز لي المكان التاني للرسمة التانية. بعدين شب بلوت التي والجي اتنين الفانكشن الجديد افتر اكسباندينج التايتل، يعني بحط تايتل جديد وبعمل اكسس وجريد، دي جريد علشان يعمل لي المربعات. هنا من اجي اعمل ران تاني شايفين الفانكشن الاولى هي عبارة عن ساين الستة تي زائد اتنين في كوزاين لاتنين تي، وتحت اتكبرت يعني النقطة اللي هين
قديش كان مقدارها؟ 2.7. النقطة اللي هين حلاقي مقدارها 5.5، يعني تقريبا الضعف. الإشارة اتكبرت كل نقطة فيها وصارت الضعف، يعني كل عدد فيها انضرب في 2. في الـ amplitude scaling بس في كسر عاد، الأولى اسمها expanding يعني تكبير الإشارة، الثانية attenuating أو تصغير الإشارة. يعني الإشارة بتبقى عندي مثلا في سيستم ما بتحمل إشارات عالية، فأنا بدي أضاعف الفولتية تاعت الإشارة، علشان مثلا في قطع إلكترونية بتنحرق لو كان الفولت عالي، فأنا بدي أقلل الفولتية، فبعمل عملية اسمها attenuating أو attenuation، إني أضاعف الإشارة. بالمثال اللي قبل أنا ممكن بس أشيل الاثنين اللي شايفينها هذه وأقول له هين نص، لو شلتها زي هيك حتتصغر الإشارة للنص. شايفين الناتج اللي طلع عندي؟ الإشارة الأولى هي تكبيرة والتانية تصغرت. فهذا اللي صار بالضبط لما أنا عملت attenuating. الخطوة اللي بعديها التايم سكيلينج أو اكسباندينج. التايم سكيلينج إني أنا بعمل مغط للإشارة، يعني بقلل الفريكوانسي. بالنسبة للإكسباندينج إني بقلل الفريكوانسي. طب الكومبريشن إني بزود الفريكوانسي، يعني بزود عدد اللفات في الثانية. المثال الموجود عندي نيجي نشوفه في الماتلاب. أول إشي بعرف اللين سبيس من 0 ل 2 باي، مصفوفة التي تاعت التايم. حكالي أول إشي الأف أم بساوي 2، إنه الفريكوانسي للمسج بساوي 2، الأف سي للكارير بساوي 40. إحنا ملناش، لقيت بس هذه متغيرات موجودة عندي. لقدام إن شاء الله بنعرف إيش معناها لما نصل للأي أم. المتغيرات هذه الموجودة عندي بتمثل لي فانكشن حنستخدمهن، يعني تحت في الفانكشن هنا اتش واحد بساوي ساين الاف ام في تي دوت ضرب ساين الاف سي في تي. هنا انا استخدمت عملية الدوت ضرب علشان اضرب كل إليمنت في المصفوفة الاولى في كل إليمنت بقابله في المصفوفة الثانية. لو خليت علامة الضرب لحال حيديني ايرور، علشان هيك لازم استخدم الدوت ضرب. صب بلوت 2 1 1 حجز لي الرسمة الاولى بلوت التي والاتش واحد. طب احنا هنا نيجي بس في الاول هي تعمل بلوت التايتل الاكسس الجريد اون والجريد مينور. هذا اعتقد امر جديد. الجريد مينور شفتوا المربعات اللي كان يقسم الشاشة فيها في الجريد، بيخلي المربعات تكتر اكتر، يعني تزيد المربعات هذه بحيث اني انا لما بدي احدد نقطة معينة اعرف قديش الاكس والواي تاعتها بكل سهوله. هنا بس نعطل الاوامر اللي تحت بس نرسم الصب بلوت الاول ونشوف ايش الناتج اللي حيطلع عندي. زي ما انتم شايفين المربعات صغرت، علشان انا ضفت الامر تاع الجريد مينور المربعات صغرت اكتر، يعني حتى هنا كان في مربعات بخطوط متقطعه ظهرت عندي جديد. انا لو اجيت عطلت الامر من هين او افصله زي هيك واجي اعطل الجريد مينور، لو عطلت الجريد مينور حيرسم لي المربعات الاساسيه ويسيب المربعات الصغيره. نيجي نراجعه تاني. طيب هل جيت انتوا شايفين هنا الفانكشن اللي انا رسمتها هي عباره عن ساين الاثنين تي، هاي الاف ام بتساوي 2 ضرب ساين ال 40 في تي، ضربت 2 ساينز في بعض. لو بدي اجي اشوف ايش اللي صار بالضبط او كيف انه ظهر عندي الشكل هاد، هل قلت لو على فرض كان عندي اشاره ساين ساين الاثنين تي ضربتها في إشارة تانية ساين بس إلها تردد عالي كتير ساين
مثلا العشرة في تي. هنا اللي هيصير كالتالي، كل نقطة هضربها في النقطة اللي عاجبالها. الناتج اللي انا بطمح له، او الناتج اللي ممكن انا امثله بسهولة، انه بدي ارسم الاشارة اللي اصغر، اللي فريكوانسي بتاعها اصغر، ساين 2 تي، هيبقى كمان في ساين العشرة تي هيكون ترددها اعلى. انا لما اضرب اتنين ساين في بعض، اسهل طريقة اني امثل فيها عملية الضرب هاد، اني اجي اقلب الساين الموجودة عندي نفسها، وامسك الساين اللي إلها تردد عالي واعبيها جوه. بس معلش خربنا الدنيا هيك، اعيد تاني. هاي الساين الاولى، وهيات عملت لها ريفيرس، بس او مش ريفيرس، انه خليت التوب داون والداون توب، وبدي اعبي الفانكشن الجديدة فيها اللي إلها تردد اعلى. هبقى تعبيتها زي هيك، فحلاحظ انه الشكل اللي ظهر عندي، معلش اذا كان مش واضح كتير، شايفين كيف انه ساين معبى جوه ساين، يعني في واحدة ماخدة الشكل الخارجي وواحدة ماخدة الشكل الداخلي. هذا اللي بصير لقدام، يعني لما ناخده في الاف ام، او مش في الاف ام، في الاي ام. طب هنا تحت ايش اللي صار عند التايم اكسبانشن؟ عرف متغير سماه تي 2 وقال له انه تي 2 بيساوي نص في تي 1، قلل الفريكوانسي اللي كانت موجودة هنا ساين التي. لما اقول له ساين الاثنين في تي، ولا ساين النص في اثنين في تي، يعني هذه بتطلع ساين الاثنين بعدين بتصير ساين الواحد، ساين التي، ساين اثنين تي بعدين ساين الواحد تي. انا هنا قللت الزمن، قللت مش قللت الزمن، والبارامتر جوه اللي بياخده الساين بيعبر لي عن الفريكوانسي في الزمن، قللت العدد اللي جوه، فهتنضغط الاشاره عندي هتتمدد اكتر. التي 2 بيساوي نصف تي، الاتش 1 بيساوي ساين الاف ام في تي 2 بدل تي 1، او بدل التي اللي كانت قبل. هنا انا لما غيرت التايم نشوف ايش هيطلع عندي الناتج. زي ما انتم شايفين هنا الفريكوانسي قلت، الموجة نفسها اتمددت، وهذا اللي صار في المثال هذا. بالنسبة للتايم كومبريشن، الخطوة اللي بعديها، انه زي ما انتم شايفين نفس الخطوة اللي قبل، بس عند التي 2 كبر الفريكوانسي. لما زاد الفريكوانسي زاد عدد اللفات في الثانية، فانضغطت الإشارة عندي أكتر. هنا كان عندي 4، هنا صاروا 8. قبل لما صار لها تمدد كان 4 صاروا 2، لأنه احنا هنا بنستخدم أرقام زوجية، انه كان عندي اول اشي الفريكوانسي مثلا 1، خليته بضرب كله في نص، صغرت الفريكوانسي. كل ما زاد الفريكوانسي بيزيد عدد اللفات، كل ما صغرت الفريكوانسي بيقل عدد اللفات. الخطوة اللي بعديها الديلي او الشيفت رايت. الديلي يعني تأخر. لما انا يكون عندي مثلا، نيجي هنا، لما يجي فلان اسمه أحمد مثلا، يمسك جوال، الجوال هذا يبعت إشارة لبرج الإرسال. الإشارة أول إشي مثلا لنفترض إنها أي إشارة جوال عبارة عن ترددات معينة، موجة ساين مثلا. موجة الساين أنا لما أرسلتها من الجوال لبرج الإرسال، هنا كانت تبلش عند الصفر. طيب هل لقيت الموجة إلها سرعة؟ طب لما كانت عند أحمد وقطعت مسافة لعند برج الإرسال،
اكيد لازم تتاخر في الزمن شوي، يعني هنا الزمن كان صفر، هنا الزمن بعد ثاني مثلا وصلت، او مش بعد اجزاء من الثاني وصلت، هتصل الاشاره متاخره شوي. هذا اسمه الديلي او الشيفت رايت، شيفت لليمين. الادفانس انه الاشاره تصل قبل، وهذا تقريبا اشي مش منطقي بس في الرياضيات كل اشي منطقي، انه الادفانس الاشارة انا بعتها الجيت وصلت قبل دقيقة، فالاشي هاد شوية يعني بتوه. الديلي وارد جدا في انظمة الاتصالات ودايما بصير واحنا بنحاول نحله. الاشارة كانت عند الصفر قلنا ووصلت بعد زمن معين، يعني اتأخرت شوي. كيف انا امثل الديلي في الماتلاب؟ نيجي هنا للأكواد. أول إشي بعرف اللي النسبيس هاي ساين التي، وكتبت إنه الشيفت ستيبس بساوي الباي على 2، يعني أنا بدي أقدم الإشارة باي على 2 أو أخرها باي على 2، عشان هيك فصلت التغيير لحاله وسميته شيفت ستيبس بساوي باي على 2. صب بلوت، حجزت مكان للصب بلوت الأول، عملت بلوت للتي والأو للساين، هاي بلوت الساين لحاله، بعد هيك التايتل والجريد، الاكس ليميت والواي ليميت علشان احدد من وين بتبلش في الاكس ومن وين بتنتهي في الاكس وكذلك في الواي. هنا في السطر هاد هو السطر اللي بيعمل لي ديلي بالاساس، قال لي الديليد شيفت او الشيفت اللي صار بساوي التي ناقص الشيفت ستيبس، يعني التي ناقص باي على 2. بعد هيك قال لي الاو بتساوي ساين للديليد شيفت. نيجي لكود الماتلاب واشرح لكم اياه بس علشان يكون تكون الامور واضحه. هي سيجنال ديلينج. هنا في الخطوه هذه ايش اللي صار بالضبط؟ في الخطوه الاولى عرف التي بتساوي للن سبيس من صفر لقديش لأربعة باي، من صفر لأربعة باي، وعدد القيم هنا 1000، يعني 0.01 0.02 إلى لما يصل لأربعة باي، أربعة في 3.16، يعني حيضل يعمل increment لما يصل للرقم هاد، بيبقى أداني 1000 عنصر في مصفوفة اسمها تي، يعني تي فيها 1000 عنصر، هي مصفوفة 1 في 1. طيب هنا الشيفت ستيبس باي على 2 نخليه في الحسبان. نيجي للديليد شيفت بساوي تي ناقص الشيفت ستيبس. التي يعني نمسك المصفوفة اللي كانت عندي هين ناقص باي على 2، يعني 0 ناقص باي على 2، 0 ناقص باي على 2 سالب باي على 2، 0.01 ناقص باي على 2 بتساوي 0.01 ناقص باي على 2. فهين يعني كأنه مسك المصفوفة تاعت التي وبس أخر لي كل عنصر فيها بمقدار باي على 2، يعني أنا عملت تأخير لكل الإليمنتس في التي على التايم، بدل ما كان التايم يبلش من الصفر صار يبلش من عند السالب باي على 2. طيب بعد هيك قال لي الاو بيساوي ساين للديليد شيفت للزمن الجديد، واعمل صب بلوت 212، صب بلوت للرسمه في المنطقه الثانيه، بلوت تو تايتل جريد واكس ليميت واي ليميت او اكسس. هن لو نيجي نشوف النتيجه نعمل ران للسكشن، هنا هي الساين العاديه مبلشه من عند الصفر، تمام. بما انه الساين بلشت من عند الصفر يبقى عندي الفيز شيفت بساوي صفر. طب ايش اللي صار هنا؟ انا لما عملت الديليد شيفت بساوي تي ناقص الباي على 2، زي كانه اجيت وحكيت له هذه بتساوي ساين التي لحالها، وديليد شيفت بساوي تي ناقص شيفت ستيبس او الباي على 2، وحكيت له هنا الاو الثانيه بتساوي ساين التي ناقص باي على 2، يعني الموجة تأخرت بمقدار باي على 2 لليمين، وزي ما احنا شايفين الصفر بالضبط هياته، يعني الموجة مشت لليمين بمقدار باي على 2.
وهذا اللي صار بالضبط. نيجي للموضوع اللي بعده، الادفانس، او انه الموجة تصل قبل المعاد، او الشيفت ليفت. الشيفت ليفت زي الشيفت رايت، بس هنا احنا غيرنا الديليت شيفت لادفانس شيفت، وبدل إشارة الموجب السالب حطينا موجب، لأنه بالموجب بصير أدفانس، بالسالب بصير ديلي. وخدوا كمان في بالكم، ممكن أنا أعمل ديلي وأدفانس بس بطريقة غير الطريقة الموجودة هين، إنه أتلاعب في التي برضو، في التي تاعت اللين سبيس اللي هين. وممكن كمان أستبدل السطر هاد كله باني احط التي ناقص الشيفت ستيبس جوا بدل الديليت شيفت. اخر موضوع، موضوع الريفيرس. في موضوع الريفيرس، انه مثلا لو كانت عندي موجة، الموجة كانت عاملة مثلا هيك، مبلشة من عند الصفر ومنتهي عند المية، في الريفيرس ايش اللي بيصير بالضبط؟ مثلا هذه لنفترض انه اسمها A لل T، A T هذه حتصير A سالب T، يعني الصفر حيصير سالب صفر، يعني صفر، والمية حتصير سالب مية، يعني الموجة بدل ما هي مرسوم من صفر لمية حتصير من صفر لسالب مية، حتصير مرسومة زي هيك، زي كأني قاعد بعمل لها ميرور على المحور العمودي، زي كأنه المحور العمودي عبارة عن مراية. نيجي نشوف المثال اللي أنا حضرت لكم إياه، إنه شكل عامل زي هيك. نشوف كيف الشكل هذا ارتسم عندي في الأول، بعدين إيش كيف أنا عملت له ريفيرس أو كيف قلبته. في سيجنال ادفانسينج زي ما شفنا، بس بحط زائد بدل الناقص. نيجي للسيجنال ريفيرسينج، اول حاجه عرفت التي بتساوي للن سبيس من سالب 2 ل 10، يعني لما انا بدي اعمل له ريفيرس حيصير من 2 لسالب 10. طب الكيو بتساوي 2 في ساين التي زائد 1 على 2 زائد 2 في تراينجولار بالس من 3 لل 5 والتي ناقص 2 في ساين تي ناقص 8 زائد 1 على 2. طيب هنا انا يا جماعه عملت لكم طريقه جديده، او استخدمت لكم طريقه جديده علشان انا ارسم الستيب فانكشن، بس بدال اسمها الساين. هل قد داله الساين في الماتلاب؟ داله الساين عامله بالضبط انه عند الصفر هتبقى القيمه صفر، اللي أكبر من صفر حيعتبر قيمته واحد، واللي أقل من صفر حيعتبر قيمته سالب واحد. يعني ساين، ساين إشارة ساين مثلا الخمسة، إشارة الخمسة موجب بتساوي واحد، إشارة الخمسة سالب، السالب خمسة بتساوي سالب واحد، يعني إنه العدد المدخل بده يشوف هل إشارته موجبة أو سالبة، يعني الاوتبوت دائما يا واحد يا سالب واحد. طب الفانكشن هذه بالضبط عامله زي الستيب بطريقه او باخرى. هل قلت لو انا مسكت الداله كلها وعملت لها ازاحه الى اعلى، كيف بقى اعملها ازاحه الى اعلى؟ بزود للفانكشن كلها زائد واحد، صح؟ يعني حتصير ساين التي كلها زائد واحد، زائد واحد برا مش جوا. لما يكون جوا كاني قاعد بتلاعب في مين، في الديلي والادفانس، بس برا كاني قاعد بجمع اشارتين لبعض. طب ساين التي زائد واحد كيف حيبقى شكلها؟ حيبقى شكلها جاي عند الصفر ومنتهي عند اثنين، هي سالب واحد زائد واحد صفر، وواحد زائد واحد بتساوي اثنين، ومتمركزه عند الصفر في التي. لما اضربها كلها بنص، يعني صغرتها، أعلى قيمة حتصير فيها واحد وأقل قيمة فيها حتصير صفر، يعني نص ساين التي زائد واحد بيساوي اللي هو الستيب فانكشن، الستيب
وممكن كمان استخدم الستيب اللي اخدناها في اول في المعمل اللي فات. تمام. طب هنا ايش اللي بيصير؟ انا لما امسك ستيب واطرح منه ستيب بس جاي مثلا الستيب الثاني جاي بالسالب وعند مثلا 2، هيصير عندي تريانجولار او ريكتانجولار بلس، هتصير بلس زي هيك. طب نيجي نشوف كود الماتلاب ايش مكتوب بالضبط. هين ساين التي زائد 1/2، يعني هذه زي شو عاملة بالضبط؟ ساين التي زائد 1/2 ستيب فانكشن، حتى هي نتأكد ساين التي زائد 1/2 او مضروبة برا في نص ستيب فانكشن، احنا نسيبنا من 2 اللي برا في الاخر بنضربها. ستيب فانكشن نبلش عند الصفر، تمام، زائد 2 في تريانجولار بلس، في داله ممكن انا اعرفها او معرفه وجاهزه في الماتلاب بتديني تريانجولار بلس او مثلث. طب المثلث هذا انا بدي اياه 2 ضرب تريانجولار بلس. التريانجولار بلس من دون الاثنين هتبقى كيف عامله؟ عامله زي هيك وجاي عند الواحد في الواي. اول بارامتر بتاخده انت من وين بدك تبلش في التي، وتاني بارامتر انت من وين بدك تنتهي في التي، وتالت بارامتر بتدي التي اللي انت معرفها، والتي بتبقى معرفه للكل. علشان ايش؟ علشان كل المصفوفات هذه لما انا اجمعهم مع بعض لازم يبقي نفس الرتبه. طب 2 في تريانجولار بلس 3 وال5، هيبقى هنا اكتر عدد فيها الاثنين، ونبلش عند 3 ومنتهي عند 5 هذا المثلث. ناقص 2 في ساين التي ناقص 8، هنا ساين التي كانت عند الصفر، ساين التي ناقص 8 هذه عملية ديلي، يعني انه هيات سالب 2 في ساين التي ناقص 8 عند 8 ومضروب في 2، يعني هنا صفر وهنا سالب 2، هنا صفر وهنا 2، احنا حكينا انه هذه مضروبه في 2 برضه. شايفين الاقواس؟ هي القوس هذا لساين تي زائد 1/2، والقوس هذا مضروب في مين؟ في الستيب الاولى. طب هل جيت لما احنا نجمع هذول كلهم مع بعض، نيجي نجمعهم بس بقلم تاني. اول اشي بنبلش من عند الصفر، هيطلع 2 صحيح؟ هيضل ماشي لما يصل عند 3، هيبلش يطلع وينزل لما يصل لعند 5، ويكمل بعدين ايش طريق الستيب اللي قبل. بس هين 2/2 للتريانجولر حيصل لعند 4، وبعد هيك حطرح لعند 8 منها ستيب تانية، وحضلها مكملة لعند الملا نهاية. نيجي نشوف هل الكلام هذا انا لما ارسمه حيبقى صح ولا لا. هذا بالنسبة للكيو، عملت سب بلوت، حجزت بلوت تايتل الى اخره. هنا بس نعطل الكود اللي تحت ونشوف ناتج الكود الاول. هعمل ران سكشن. زي ما احنا شايفين من سالب 2 بلش لعند الصفر، طلع لعند الاثنين، هي الاثنين، بعد هيك عند الثلاثة بلش وطلع لعند الاربعة مثلث ونزل، بعدين كمل طريق الستيب الاولى ونزل لتحت وكمل لعند 8، بعدين كمل لعند 10. هذا بالنسبه للفانكشن اللي رسمناه بشكل سريع. نيجي نشيل الكومنت ونكمل ايش اللي صار. هنا عرفت متغير سميته ار وخليته بيساوي السالب دي، عملت ريفيرسنج، عملت ميرور، حجزت له مكان بالصب بلوت، عملت له بلوت، بس هنا بلوت مين؟ للار والكيو، مش التي والكيو. لو التي والكيو حضلها زي ما هي الرسمه، بس الار والكيو بنعمل ران سكشن زي ما انتم شايفين. ممكن كمان انا استبدل
ال r من هين واقول له سالب تي، سالب تي بكل سهولة، اقول له رن، نخليها r. وهيك بنكون خلصنا الريفيرس، ويعطيكم العافية. ارفقت لكم هوم وورك في الملف اللي نزلته على المودل، واللي حنزله كمان ان شاء الله بالفيديو هاد مرفق في اليوتيوب. بدكم تعملوا في الهوم وورك هاد، بدكم تولدوا اتنين انالوج سيجنالز. الاول السيجنال الاولى بتساوي 2 ساين 3 تي، والثانيه 3 ساين 43 تي. وبدكم تعملوا لي العمليات اللي تحت عليها. انا موضح كل اشي في الواجب، وكمان حوضح ان شاء الله في الفيديو. المطلوب منكو انكو تقروا، بس انا بدي اقرا الملاحظات دغري. اول حاجة بدي منكو كل واحد يبعت لي على الايميل اللي كتبته تحت هين 7 ملفات .aml files، سكريبتات زي اللي انا عملت هين، سكريبت زي هيك. بدي 7 ملفات، كل ملف يبقى منفصل على الثاني، مش تحطوا لي 7 اكواد في ملف واحد بتبعتوا لي. بدي 7 ملفات، وبدي ملف وورد بالشغل اللي انتو حتصوروا لي، يعني بالفكر اللي انا حطلبها. الفيجرز انه بدكم تعملوا عملية اديشن لواي واحد واي اتنين في صب بلوت، يعني انه بدكم تعرضوا لي الواي واحد واي اتنين، وفي الصب بلوت اللي هو مش في الصب بلوت، في الرسمة الثالثة في الصب بلوت نفسه تعملوا الواي واحد زائد واي اتنين، وهكذا في الملتبليكيشن. واي واحد مفصولة، واي اتنين مفصولة، واي واحد ضرب واي اتنين في الرسمة رقم 3. تعملوا الامبليتيود سكيلينج، تايم سكيلينج، ديلي، وادفانس، وريفرسال، يعني نفس العمليات اللي احنا عملناهن بس على فانكشنز جديدة، والاكواد موجودة عندكم. يعني لازم كل واحد ما ينسخش من زميله اذا شوف التشابه، وعندي الطريقة كيف اشوف التشابه. اذا شوف التشابه بين واجبين، اتنين حياخدوا زيرو. وفي عندي كمان بونس تاسك اللي بيعمل لي عمليات، هي بونس 2 ماركس فور ذا ستودنتس هو بيرفورم ا سكريبت تو جنريت ا راندوم سيجنال، اللي بيعمل لي توليد لاشاره راندوم بس يكون في المصفوفه اللي حيولدها الاعداد تبقى انتجرز، يعني بديش كسور، من سالب 5 لل 5، من سالب 5 لل 5، يعني سالب 5 سالب 4 5 بنفعش 4.5. بدكم تعملوا لي إشارة راندوم تولد لي انتجرز أعداد صحيحة وليس كسور على الفترة اللي أنا بديكم إياها. كل واحد بده يلتزم بالتسمية تاعت الدوت أم فايلز، وبرضو يا حبذا تكتبوا لي الوورد فايل برضو بنفس التسمية، وتبعتوا لي يعني كمرفقات على الإيميل مع الاسم والرقم الجامعي، ويعطيكم ألف عافية.